الثالث من اللذات يسمى باللد أو دايود اللايت إيميتد دايود، هو الدايود الباعث للضوء. إذن هو أحد أنواع الدايودات الذي لا يعمل إلا بالانحياز الأمامي، وهذا هو رمز هذا الدايود في الدوائر الكهربائية والإلكترونية. هذا هو الرمز مثل الدايود العادي، لكن يكون فوق هذين السهمين للإشارة على أنه دايود باعث للضوء. وأيضا يتكون من رجل طويلة اللي هي الموجب، ورجل قصيرة اللي هي السالب. وطبعا ما يشتغل إلا بالانحياز الأمامي، يعني ما يصير نخلي الموجب على السالب والسالب على الموجب ويشتغل، لا، لازم الموجب على الموجب والسالب على السالب يلا يشتغل بشكل صحيح. ويشتغل هذا الليد على تقريبا 2.5 إلى 3 فولت.